إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونلجأ إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما هو هذا اليوم الذي حذرنا الله عز وجل منه؟ ما هو هذا اليوم الذي بكى من خشيته العارفون، وارتعدت بفكره فرائس العقلاء، وغفل عنه الغافلون؟ وهل كلنا سيأتي عليه ذلك اليوم، أم أن هناك من بإمكانه أن يتخلف عن ذلك الموعد؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال يقول
أخصهم الناس لأنهم كانوا يتكبرون على عباد الله يخشون ربي كثر الناس تعفس عليهم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم ظل كل مكان. عباد الله، يا أيها العبد الضعيف، لو قيل لك أنك ستقف يوما كاملا في مكان في الشمس، تقف في مكان في الحر في الصيف، ستقف يوما كاملا، ما فماش ظل لا ماء لا ولا مكان تستقر فيه، لا ترجع فيه لا شيء، يوم كامل. ويقال بعد ذلك: ماذا سيكون جوابك؟ ماذا سيكون احساسك؟ هذا مستحيل. كيف؟ في ذلك اليوم عباد الله درجة الحرارة لا يعلمها إلا الله عز وجل. الشمس تدنو من رؤوس الخلق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: تدنى الشمس يوم القيامة من فرقه حتى تكون منهم كالدانين، فيكون الناس على أرض أعمالهم فعلا، فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يجيب العرق بالجمع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. كم سيقف الناس على هذه الحالة؟ يوم، أسبوع، سنة كاملة، 10 سنوات، 1000 سنة، لا، 50,000 سنة، 50,000 سنة في هذا الموقف. والآن سنشوف طبعا الناس يتكلموا معك، ونحن نريد بهم في ذلك معك. يردون النصوص ويردون الاحاديث ويردون الايات لشهيد العهد. يا ايها الاباء، رب سبحانه وتعالى يوم القيامه مش العظمه خلق اخر، وقوانين الذي يتقع من ذلك مش بدل رب سبحانه وتعالى. العلم اللي تتكلم فيه ينافي كلامه، لان ربي هو اللي وضع القوانين وسيغيرها يوم القيامه. الدن غير الدن، والشمس غير الشمس، والوقت غير الوقت. فالإنسان يسلم أمام الحديث الصحيح وأمام ما يرضي، والمؤمن الصادق أو الكذب لا يحق، أما النافق يخاف ولا يحق بشعر، وكأنه موش هو المعنى بالأمر. يقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن كيف سيكون حال المؤمنين؟ هل المؤمنين يدخلون في الشيء هذا؟ لا، المؤمنون الصادقون الطيبون الذين ثبتوا على قول الله والرسول، تمر عليهم هذه السنوات كما بين صلاتي الظهر والعصر. واصناف من المؤمنين قتلوا في احاديث كثيره سيظلهم الله في ظله في هذا اليوم العصيب. ثم المعارف، ثم الاكتاف، ثم لا عن نفوس ولا عن روح، ثم شيء، ثم اصناف ذكر ربي. يحاول الانسان نفسي
نفسي نفسي زيد هذا خايف منه ربي امر جزر ما لك شيئا خايف من المعصيه التي تقدر تتاثر فيها في يوم القيامه اما بالك بمال اموال الناس ولياكل الربا وكيف عالج الموقف الموقف هذاك اذهبوا الى غيره اذهبوا الى النور فيكون مؤمن فيقولون له يا نور ان ظهر الرسل الى الارض قد سماك الله عبدا شكورا الا ترى الى من المفيد الا تشرع لنا عند ربك فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يبق قبله مثله ولن يبق بعده مثله وانه قد كان لي دعوه دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا الى غيره اذهبوا الى ابراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليفه في الأرض اشفع لنا عند ربي أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب معه مثله وإني كنت كذبت ثلاثة كذبات فذكرها نفسي 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 وليس بكذبات ليس بكذبات قال فعلها كبير الناس فما بالك الذي يكذب ليل النهار يكذب 100 كذبة في اليوم أضرب في 11 مليون في السنة أضرب في حياة الإنسان كم من كلمة شكر فيها رب سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف سيكون سجلها يوم القيامة اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أن رسول الله فضلك في صلاته وبكلامه اشفع لنا عند ربي أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد قد قتلت نفسا مظلوما بخطئها نفسي 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 اذهبوا الى غيره اذهبوا الى عيسى فياتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمت الناس بمهد اشفع لنا عند ربك اما ترى الى ما نحن فيه فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا عند ربك الا ترى الى ما نحن فيه فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها فينطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم فياتي تحت العرش فيقع ساجدا لربه فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه على احد قبله فيقول له رب العزه يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع شفع فيرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم راسه ثم يقول يا رب امتي امتي فيقول له ربه يا محمد سنلقيك في امتي وبعد هذا المشهد وبعد شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام يأذن الله جل وعلا بدرء الحساب بفصل القضاء بين العباد يسوق المكان صمت رهيب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الأنبياء يقولون سلم سلم والناس في صمت لا تسمع إلا همسا كم العدد مليارات مليارات لكي تعد من أصوات من صمت عدد لا يعلمها الله نحن اليوم على وجه الوسيطة 7 مليارات تصور من ذلك إلى آخر مخرج لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ربنا القول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه لله القيوم وقد خاب من حمل ظلما أي يوم مظلوم خاب من حمل ظلما خاصة ظلم العباد بعضهم لبعض هذا لا يغفره الله عز وجل وفي ظل هذا الموقف العصيب اذ بمفاجاه يشيب لها الابدان وتنفطر بها الخروج اذ بجهنم يؤتى بها الى ارض العشر كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها فاذا اقبلت جهنم ورات الخمر زفرت وزمجرت خاصة في آخر الزمان وما نراهم في تنبيه ومن قتل الناس بعض البعض ومن ظلم الناس بعض البعض وما زال الأمر سيأتي يوم
لا تجد في الأرض من يقول الله، فكيف بغضب الله عز وجل عن الدين؟ قال تعالى: عند ذلك عندما يرى الناس راوا شنونا مهلكه بها تشتم جميعهم يجثون على ركبهم. يقول تعالى: وترى كل امه جاثيه، كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويبدا الحساب بدم جبار جل وعلا. واول من ينادى عليه ادم عليه السلام ينادي ربه فيقول له: يا ادم. فيقول: لبيك وسعديك وعدك. فيقول الله له: يا ادم اخرج بعث النار. فيقول ادم: وبعث النار. فيقول الله عز وجل: من كل الف 999. فعندما يشن الصليب وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، اشتد ذلك على اصحاب النصارى صلى الله عليه وسلم. انشئنا نحن خاصه كانوا وقت اسمه لا يا ابو عيني بدراهم، كانوا لو اسمه لا يمر كلهم من الناس فيه. اما نحن اخر واخر احاديث كلها صحيح واخر الايه تمر وقد تزعزع شيء وانا بقول لكم ان شاء الله نعم عليكم وننتهي. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه خافوا وشد عليهم خوف ولو يتعبوا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فابشروا فان منكم رجلا مؤمنا يمشي يوم الجلف والذي نفسي بيده ارجو ان تكونوا وعدت الجنه. فكبر الصحابه ثم قال: والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا ثلث اهل الجنه. فكبر الصحابه ثم قال: والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا نصف اهل الجنه. إن مثلكم في الناس كمثل الشعر البيضاء في الثوب الأسود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره إنه هو الغفور.